كان في أمه بتحب ابنها جدا كان اسمها لب ابنها كان اسمه زياد وكانت عايزة يبقى أحلى واحد في الدنيا لبنى لبنى هتقتلكوا يا يحيى طلعني بقى مجنونة بما إن رجلك راحت على المستشفى أنت عارف بيقولوا عليك إيه في اجتماعات أمانة النفسية دجال ومدمن كرم اللي في البيت عند لبنى مش لبنى ازاي لسه ما لاحظتش يا يحيى انك لعنة على كل اللي حبوك الكلمة دي بتضايقني في حد تحت سرير المريض كان في حالة هياج خلقت حالة وهم اني بطلع منه عفريت اسمه نقل انت بتقول ايه؟ انت شارب ايه بالظبط؟ الفيل الازرق ستموتين كل يوم تعرف الفرق بين الحقيقة والحلم؟ دور على الساعات الحلم مفيش ساعات اوعى تنام يا يحيى محتاج دكتور يا دكتور كان حلو اللي حصل بيننا امبارح فاكر اخر مره لمستني انت الركي خزري لا تخاف ولكن